ورحمة الله. كدارين لاباس؟ مرحبا بكم في قناة صوفيا في إيطاليا، وسنة سعيدة عليكم، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر وباش ما تمنيتو. اليوم إن شاء الله غادي ندير ترونش ديال السالموني غير بالحامض وزيت الزيتون والملح والبزار العطرية مع شوية ديال البطاطا. عندي البطاطا مقطعة هكا رقيقة، وعندي شوية ديال المعدنوس، زيت الزيتون، عصير الحامض، ملح والبزار. والحاجة ندير غناخذ هاد، أنا هادو راني صوبتهم وغادي نوريكم غير كيفاش درت ليهم. غنحاول نحيد هاد العظم، هاد العظم ديال السنسول اللي كاين هنايا نحاول نحيدو بحال هكا، ولا كاين شي شوك هنايا. يعني صافي، من بعد مني نقيتو غادي ندير ليه بحال هكا الطريقه. هادو راني صوتهم، غادي ناخذ عويد ديال السنان نحاول نجمع به هاد الطرونش هذا ديال بحال هكا، ونحطو هنايا معاه. دابا غادي ناخذ الحاجة باش ندير زيت الزيتون، وهذا غناخد زيت الزيتون، شوية ديال زيت الزيتون، غادي ناخد الحامض، عصير ديال الحامض، معدنوس، بزار، والملح. ما كتهبطش بزاف، خايبان ليكم درت بزاف. راه يلاه صافي، غادي نحركوا هادشي مزيان ونحاولوا نرقدوا فيه داك الحوت واحد نص ساعه ولا سميتو على حسب الوقت اللي عندنا. بحال هكا نرقد الحوت كامل ونرجع معكم واحد نص ساعه، ونرجع معكم بعد ما خليت داك الحوت مرقد واحد نص ساعه ولا 10 دقائق على حسب الوقت. دابا غادي ناخذ هذيك البطاطا اللي عندي ونديرها بحال هكا من الفوق. مقطعة رقيقة من بعد غادي ندير واحد شويه ديال الخضره في الفران بالزعتر باش نرافقها مع هاد الحوت.
غادي ناخذ هذاك نفس هذاك الشيء اللي رقدت به الحوت ونحاول نخوي شويه فوق البطاطا. صافي غادي نغطي عليه نخليه 21 دقيقه ومن بعد نعري عليه باش هذيك البطاطا حتى هي تحمر ونتلاقاو معكم. ودابا غادي ندوزو نوجدو الخضره اللي غادي نرافقو بها الحوت. عندي هنايا بنجال مطيشه، فلفله خضراء، فلفله حمراء، القرعه، زيت الزيتون، الملحه والزعتر. البطاطا ما غاديش نديرها حيت درتها مع الحوت. غندير شويه د الزيت لتحت في اللاطه وغنستف الخضره اللي عندي. نقدر نديرو البصله، نديرو مطيشه، نديرو البطاطا، اي خضره كاينه. الفلفلة اللاطا ما هزاتش ليا، غنكمل في لاطا اخرى. غنديرو شويه ديال الزعتر من الفوق. الملحة شوية ديال زيت الزيتون عاوتاني من الفوق باش كطيب كتحمر شوية الخضرة كتجي زوينة. ونديروها في الفران مدة تقريبا واحد من الساعة ونتلاقاو من بعد. دابا غادي ندير واحد شويه ديال لي بات، حتى هما غنديرهم بشويه ديال طريفات صغار مقطعين صغار ديال السالموني. يا اما نديروها بهذا السالموني هذا لي فريش ولا بالسالموني هذاك المدخن. عندي شويه ديال البصله قطعة صغيره نص بصيله صغيره، الملح والبزار، زيت الزيتون، البانا، وهذا النوع ديال لي بات، وواحد رويس ديال الثومه. غادي ندير شويه ديال الزيتون، شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير فيه داك شويه ديال البصيله تشحر. الرويس ديال الثوم غادي نلوحو بحال هكا ومن بعد غادي نحيدو، غير طلق الزنه شويه من بعد نحيدو باش يخلي ريحه ليه. هنا عندي الماء كيغلى
درنا ندير فيه لي باغ غادي ندير دابا داك الطريفات ديال الليمون وغادي نزيد عليهم ما بقاش الطارية ندير الملح في تما ندير الحشوة عاد ندير الملح دابا غادي ندير شوية الصوص غادي ندير الحشوة الطارية غادي ناخذ شويه من الماء ديال لي بات ندير البزار شويه الملح غير شويه حتى لي بات راه فيهم الملح نخليها كتطيب شويه غادي نلوط دابا لي باب ما نطيبهمش بزاف ديما نخليو واحد شويه باش نديروهم هنايا في القشده باش يشربوا هذيك القشده وغادي نزيدو عليهم الفرماج ديال المرانه دابا غادي نلوط لي باب ونرجعوا معكم من بعد